وينضم إلينا من دبي عبد الله الزعبي مراسل الغد. إذا عبد الله، عن أبرز ردود الفعل. نعم، بالفعل، يعني بعد النفي الذي أصدرته وزارة الخارجية بتعرض الأربع سفن المتعددة الجنسيات للتفجيرات أو لعمليات تخريبية داخل ميناء الفجيرة، هناك الآن العديد من ردود الأفعال التي تستنكر هذا الفعل، وأيضا تؤكد على خطورة هذه الممارسات التي تؤثر على حركة الملاحة في الخليج العربي. هذا الحادث يعني بطبيعة الحال هو غريب على دولة الإمارات، خاصة وأنها من الدول التي تتميز بالاستقرار وتدعو دائما إلى التوسط والاعتدال، وأيضا تغلق جميع المنافذ أمام الأفكار المتشددة وأيضا التصرفات المتشددة من أي جهة كانت. لذلك كانت ردود الأفعال حول هذا أو هذه العمليات مستنكرة من جميع الجهات وبشكل كبير، ويعني لما يمكن أن يترتب عليه لاحقا من خطورة على، كما ذكرت، حركة الملاحة في الخليج العربي. وصف الأمين العام لهذه العمليات بالتخريبية وأيضا استنكاره لهذه العمليات وما يمكن أن يترتب عليها من خطورة في منطقة الخليج العربي وأيضا في منطقة أو الحركة البحرية للخليج العربي، أيضا استنكار الأردن ومصر لهذه العمليات التخريبية، وأيضا تأكيد مصر على وقوفها وتضامنها مع دولة الإمارات وحرصها على الأمن القومي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى استنكارات جاءت من الأردن ومملكة البحرين وغيرها من الدول العربية والعالمية. نعم عبد الله، هل صدرت أي نتائج أولية عن التحقيقات؟ بطبيعة الحال هناك لجان أو لجنة دولية وأيضا محلية تقف على سير عمليات التحقيقات لما حدث من عمليات تخريبية للأربع سفن في أو قبالة سواحل إمارة الفجيرة أو في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، لكن لغاية الآن لم يصدر أي بيان أو أي نتائج لهذه التحقيقات، ولا تزال عمليات التحقيق جارية، وأيضا العمليات البحرية في ميناء الفجيرة تسير بشكل طبيعي كما ذكر بيان وزارة الخارجية أمس. نعم، شكرا لك عبد الله الزعبي مراسل الغد، كنت معنا من دبي.